في استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بعلاج السيدة عزيزة من محافظة المنوفية على نفقة الدولة والتي تبلغ من العمر 38 عاما وتعاني من السمنة المفرطة حيث يزيد وزنها على 300 كيلوغرام. كما وجه الرئيس بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للسيدة عزيزة وأسرتها حيث أنها تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها. من جانبها أعلنت وزارة الصحة أن وكيل وزارة الصحة بالمنوفية انتقل إلى منزل الحالة على رأس فريق طبي متخصص وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى سرس الليان بالمنوفية. وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه جاري مناظرة الحالة الصحية للسيدة عزيزة من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة البطنة الأوعية الدموية بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة عزيزة عن قرب وما يتم تقديم لها من خدمات طبية وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بحالتها الصحية بشكل دوري. وفي استجابة سريعة وقوية جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الأستاذة الدكتورة هالة زايد وتعليمات اللواء أركان حرب إبراهيم أبو لمون محافظ المنوفية، تم التوجه على الفور على رأس فريق طبي باصطحاب عربة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى سرس الليان لعمل الفحوصات اللازمة لها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة والملائمة لمرضها وعمل اللازم تجاه هذه السيدة المحترمة. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بقول له ربنا يخليك وتنك وتعمر، شعب مصر كله بيحبك يا رئيس واحنا بنحبك واحنا وراك وربنا يولي من يصلح وكل حاجه حلوه تبقى بين ايديك تعمر يا رب. احنا بنحبك يا رئيس وتنك فيها على المراكز وربنا معاك وربنا يصلح ما بين ايديك ويحبب فيك خلقه وتنك تاج على راسنا وتعمر في الدنيا يا رب. شعب مصر كله بيحبك يا رئيس ويقول لك ربنا معاك وينصرك على من يعاديك ويحبب فيك خلقه ويحبب فيك ناسه. بنشكر الرئيس وبنشكر كل واحد، كل واحد ساهم معانا وكل واحد وقف جنبنا وكل واحد وصلنا لحضرتك، ويا رب ما تدوق المرض ولا تعي ولا تمرض، ويا رب كده. انا مش عارفه اتكلم والله العظيم، انا ما لاقي كلام خالص اقول، بس كل اللي انا بقول بشكر حضرتك وبشكر كل واحد وقف جنبنا. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه استجاب لطلبنا وانه اهتم بموضوع هناء ونقلها عزيزه ونقلها المستشفى، وبنشكره على كل حاجه عملها معانا. واحنا والله ما كنا مصدقين لغايه الصبح ان هيحصل حاجه او ان حد هيتحرك ويسال عنا، وبنشكره على كل حاجه عملها معاها. وهي لها 4 سنين قاعده عاجزه زي ما هي كده، ما تقدرش تخرج ولا تعمل اي حاجه لعيالها، وهي بتربي يتامى ومش مصدقين اصلا من كل اللي حصل. بنشكره وبنقول له ربنا يخليك يا رب ويخليك لمصر، وتحيا مصر، تحيا مصر.